ثقافة يلتقون. يعني اسمح لي سيادة الوزير، أهني حضرتك للمساندة، ولأن الفنانين كمان موجودين لمساندة هذا المهرجان. تقول إيه النهاردة؟ هقول للجميع مبروك. إحنا وعدنا أن نقيم المهرجان، وها نحن قد أقمناه، وها نحن نختتم المهرجان، وفينا بعدنا، وأثبتنا أن إحنا لا نخاف الإرهاب ولا نخاف أي قوة باطشة، وها نحن قد حققنا ما نريد. في بعض الأخطاء حصلت في حفل الافتتاح، قد تكون أشياء حدثت هنا أو هناك نعتذر عنها بالتأكيد، لأننا نعرف كيف نعتذر عن أخطائنا غير المقصودة، ونتمنى إن شاء الله أن يتم الختام على خير، وأن نلتقي جميعا إن شاء الله في مهرجان آخر، لأنه بهذا بنقول للعالم كله مصر هي مصر، وهي قادرة على أن تكرر هذا المهرجان وتستمر فيه وتستعيد ألق القديم، وتضيف إلى هذا الألق القديم ألقا جديدا إن شاء الله. دكتور، يعني أستاذة غدا، يعني أنت معانا فنانة جميلة رائعة، ومعانا وزير الثقافة، شايفة الحدث قد إيه الاهتمام؟ أنتوا كفنانين الحقيقة القوة الناعمة، أنتوا جنودنا اللي واقفين بتوروا ثقافتنا للناس، بتوروا قد إيه ستات مش هاممنا إن أي تخويف أي إرهاب، فنانات بتقوم بدورها وما زالت القوة الناعمة موجودة وتأثيرنا موجود، في ظل وجود وزير الثقافة، أنت شايفة المهرجان إيه؟ شايفة الدعم من الحكومة ومن منكم كفنانين ازاي؟ اقول طبعا للسيادة الوزير مبروك على المهرجان، وطبعا ده شيء مشرف بصراحه. حتى لو حضرتك قلت كان في اخطاء، انا دايما بقول ان كمال الله وحده، وان البلد دي كانت بتعدي بكبوه جامده جدا، وان نطلع المهرجان بالشكل ده وبالنجاح ده، فده حاجه يعني تتحسب لسيادتك. والنهارده كمان اختيار المكان يا سياده الوزير، عظمه مصر، عشان ما حدش ينسى ابدا ان هي دي مصر، وان احنا عمرها ما تهد، والاهرامات دي عمرها ما حد يقدر يهدها. انا شايفه ان الفن دوت رساله ساميه بتقدري توصلي بيها للناس المعلومه بسيطه قوي بشكل صغير يقدروا يفهموه. اما بقى حكايه الارهاب دي، انا ما مش عايزه اتكلم على الارهاب، لان احنا اقوى كتير قوي قوي من ان احنا نتكلم على شويه عناصر ما يعني مش عايزه اذكر اسمها، فنقول ان هم مخوفينا. الواحد ما بيخافش غير من الله وحده فقط لا غير. دكتور جبري، يمكن بتقول ايه للفنانين جنودنا اللي على الشاشات من خلال ان هم ثقافتنا، احنا عندنا ثقافه وحضاره وعندنا تاثير وعندنا رغبه قويه اننا ندعم الحكومه في اننا نقضي على الارهاب، في اننا ثقافتنا تصدر الافضل. بتطلب ايه من الفنانين في المرحله الجايه؟ هقول لهم انتم ورثه الفنانين العظام الذين أبدعوا الهرم الذي يقف وراءنا. أنتم أحفاد الفنانين العظام الذين أبدعوا أبا الهول. أنتم أحفاد الفراعنة، فاستلهموا من أجدادنا وأسلافنا الروح القوية التي تجعلنا نضيف إلى ما كان وننطلق إلى الأمام. وبالتأكيد إذا وعينا هذه الروح، وإذا عرفنا من نحن ومن أصلنا، سوف نتقدم إلى الأمام مرات ومرات ومرات. غادة، يمكن أنت من الناس الحقيقة اللي بتحقق بالأرقام أعلى المبيعات في الدول العربية، يعني أعمالك الحقيقة الدرامية بتبقى مباشرة وبتخش كل بيت الحقيقة بشكل هايل بقالك كذا سنة. شايفة أن إيه دور وزارة الثقافة في أن الأفلام بقى السينمائية يبقى ليها نفس الصدى، يبقى ليها نفس الدعم؟ يمكن الدراما التلفزيونية القطاع الخاص قادر أن هو يقف، لكن فنانين كتير بيبقى عندهم رغبة في التعاون المشترك. بأن بقى سيادة الوزير معانا، فدي فرصة بصراحة أن أنا أشوف طلبات الفنانين عشان يبقى عندنا سينما مصرية قوية. احنا كل طالبينه بس أن السينما ترجع زي من الأول يا سيادة الوزير، يعني وكنتوا أنتوا دايما بتعملوا تمويل الأفلام، مشروعات صغيرة، أفلام ليها قيمة ليها رسالة، فعايزين نرجع نعملها تاني زي السنين اللي كانت قبل للأسف النكسة يعني اللي حصلت لنا دي. أنا سبق قلت وبكرر، وزارة الثقافة لن تكون منتجة للأفلام،
لكن بالقطع ستكون داعمة لأي عمل إبداعي جيد. ده مؤكد. الإنتاج لم تعد هذه مهمتنا. الدنيا تغيرت، أصبح في رأس مال خاص، أصبح في قطاع خاص. السينما أصبحت تجارة عالمية، وهذه التجارة تعتمد على الليبرالية في الفهم، على الليبرالية في الاقتصاد. فإحنا لا ننتج، الإنتاج نتركه للرأسمالية الوطنية، لكن في نفس الوقت نقوم بالدعم، نقوم بتشجيع الأفلام الجيدة. الأفلام الجيدة نكرمها بالجوائز، بالأوسمة، بكل ما نستطيع من تكريم، وبهذا نستطيع أن نشجع الأفلام الجيدة. كل فيلم جيد، كل عمل إبداعي جيد، لابد أن نقف إلى جانبه بكل معنى الكلمة، وبهذا يمكن أن ندفع الفنانين إلى المزيد من الإبداع والإتقان. دكتور جابر، يمكن الحقيقة المهرجان السنة دي شفنا نوعية من الأفلام المستقلة موجودة فيها المسابقات. الأفلام المستقلة بنشوف فيها معظم الشباب المصري بيقدر إن هو يقدم مزيد من الإبداع بتكلفة أقل. شايف ده دعم الحقيقة، وشفناه دعم من وزارة الثقافة لفكرة تمكين الشباب، لأن الشباب بدأوا يقدموا وجهات نظرهم، وده متسق الحقيقة مع سياسة الدولة بأن الشباب لازم ياخدوا دورهم. على فكرة، أنا رأيي أن السينما المستقلة للشباب هي مستقبل مصر. الشباب رائع، بيعملوا أفلام رائعة بكل معنى الكلمة. أنا شفت عدد من أفلام الشباب، سعيد بيها جدا، فرحان بيها جدا، وأعتقد أن هم دول المستقبل الحقيقي لصناعة السينما المصرية. أنا بتمنى كل التوفيق لصناعة السينما المصرية. معانا سيادة وزير الثقافة، معالي وزير الثقافة، ومعانا كمان غادة عبد الرازق، واحدة من أهم الفنانات المصريات اللي بيقدموا الحقيقة فن بيوصل لكل البيوت، موجودين النهاردة لمتابعة ختام المهرجان. وما زلنا معاكم، ونروح للريد كاربت وزميلي أحمد.